السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة بعد إذنك يا شيخ، كان عندي استفسار عن فتوى صدرت في تركيا في الفترة دي. فتوى ايه؟ في الفترة دي فترة بقتلهم، وأصدروا فتوى بجواز إخراج زكاة المتضررين الزلازل في سوريا وتركيا. يعني جواز إخراج زكاة المال للمتضررين في تركيا، زكاة الفطر. ها؟ زكاة الفطر ممكن عادي، متضررين ومنكوبين، الغالب عليهم الجوع، لكن عادي إخراجها بنية زكاة الفطر يعني. لا، أنت تتكلم على زكاة الفطر أو زكاة المال؟ زكاة الفطر دلوقتي قبل ميعادها. لا 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 لا، زكاة الفطر لا يجوز الآن، وتخرج طعام أيضا. تخرج طعام، هم قدروا إن هي 70 ليرة لا 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 وإنها يجوز إخراجها دلوقتي يعني. لا لا لا، لا تخرج الآن زكاة الفطر، لا تخرج الآن، تخرج في مواعيدها على وجه الخصوص. زكاة الفطر خاصة، زكاة المال فيها تجوز شوي. تمام، شكرا يا شيخ. الله طيب كان عندي يسلمك. سؤال تاني بس مش عارف أقوله.